غدرة في البحر تلقوا مع بعضهم، سيبني سيبك، واحد اللحظة سيبه هو ديك الفندوق الماء كراجع، جاء على راسه، راسه يمكن دخل فيه الموت تهرس له العامد الفقاري. أنا ولدي تما هو هو بين الحياة والموت، وهما مشاو ما عرفت فين مشاو. ما عيطونا ما والو، هما هربوا، هما ملي سيبوا هربوا. العيل عينو حمر هاكهم راقد هيثا، وقال لي الحبيبة ديالي وقف عقبالتي يا ماما ديالي، عين تشوفك أنا عنموت. الكرة كنحرروه بالدرع، مرة إيه مرة لا، مرة كنخلصوه مرة. دابا طاحت علينا هذه القضية هذه، الحمد لله رجعنا في الله. السلام عليكم، انا الاب عبد اللطيف ولدي. انا كنت في السوق كنبيع ونشري، هو كان ماشي للعمل ديالو، ربنا جاو شي صحابو قالوا لي الله نبحرو، كما العاده كيمشيو دائما، مشى بحر، الله اعلم واش علوا بعضهم وسيبوه ولا ما عرفش كيفاش. المهم تهرس له عنق العمد الفقاري. تلقيتو لساني درمان، قال لي الوالده الحبيبه تشوف عافيه، تشوف وقف قبلتين تشوف عافيه، انا عنموت وسمح لي الحبيبه. انا بقيت كنبكي. ديك الساعات قالوا لي بلاتي مشوا نعملوا له واحد السكانير، مشوا عملوا له سكانير وجاو قالوا لي والو، ضروري طنجة. اي قول 3 ايام، الحد والاثنين والثلاثة، يعني كان بين الحياة والموت. بين الحياة والموت، وهو باقي دابا الا ما بقاش باه كيخنا يتكالوا هنايا صافي العائله يموت. يتكالوا هنايا دابا البارح دخلوا الاطباء عنده، تنفخ رجع قد هيدا كرشو ودخلوا بقاو يتكاولوا هنايا، قالوا لنا بقاو تعملوا له هيدا باش تسرح له الحلق ديالو. دابا منين مهرس؟ مهرس من عماد الفقاري، من عنق العنق، وعنده الامل انه يوقف على رجلو. ما نعرفها الحبيبه ديالي، ما عارفينش في يد الله. العاير رجلو ما يخبطمش، يدو يلاه كيعلي ميته ويطيحهم، ما كيقدرش يخلف، ما كيقدر. المهم الهضره كيهضر بالدرع، لا البلع ما يقدرش يبلع. ايوا الحمد لله هادشي اللي عطى الله. العائل ما خرج من القرايه. النهار هذاك مشى البحر، قال شي الدراري كبارين عندهم شي 26 سنه كانوا معاهم في البحر يلعبوا معاهم، قال شبروه من هنا، عمل رجلو هيتا، عملوا قدم هيتا تحت رجلو وقلبه. مني قلبه هما هربوا، بقى واحد العائل اسمه سهيل معاه. هو هذاك الجار ديالنا، هذاك هو اللي عتقو من البحر، عتقو تما ما كانش على شي حجره، طاح على الرمل، طاح على الرمل. عنده الضربه واحده هنا، عنده الضربه هنا، وهذه تما الهرسه، ما هذه ماشي هرسه. انا ولدي تما هو بين الحياه والموت، هما مشاو ما عرفت فين مشاو. ما عيطونا ما والو، هما هربوا، هما ملي سيبوا هربوا. ما اصلا ملي شافوا هذاك كيموت هربوا. هو غير ديك العائله عتقوا، ما هو تراه مات. الطبيب قال لنا خصكم تشريوا الحديد وتعملوا العمليه، قال لنا تشوف واش يخلف ولا ما يخلفش. قال لنا خصهم تحملوا كل شيء. تحملوا جميع. يعني تشوف لا يهدر ولا ما يهدرش، ولا يخلف ولا ما يخلفش. العائل عينو حمر هاكهم راقد هيثا، وقال لي الحبيبه ديالي وقف عقبالتي يا ماما ديالي، عين تشوفك انا عنموت. صافي من الحل دابا مصدومين. مصدومين الصراحه. العائل ديالي خليته في الدار، ما مالو حتى شي حاجه، تجبرته في لابيلانس متشرق، يقول لي الحبيبه ديالي وقف عقبالتي نشوفك انا عنموت. غدرا في البحر تلقاو مع بعضهم، سيبني سيبك، واحد اللحظه سيبه هو ديك الفندوق الماء كراجع، جا غا لي الرمل. شفين شمن بحال هذا؟ الرينكول، جا في البحر الرينكول، جا على راسو، راسو يمكن دخل فيه الموت تهرس له العامد الفقاري. ديك الساعة قال لي الوالدة عوقف قبلتي، أنا صافي مشيت الوالدة ديالي، أنا تشللت، قال لي ما بقيت نحس لا بيدي ولا برجلي ولا بظهري ولا حتى بشي حاجة، العضلة ديالي كلشي مهرس. يعني بسبب صحابو ماشي تصحابو يعني كانوا أغي في البحر، ما عمرو عرفهم. لا علاقة بالمعرفة. اللعب في البحر. اللعب في البحر. الكرة كنحرروه بالدرع، مرة إيه مرة لا، مرة كنخلصوه مرة. دابا طاحت علينا هذه القضية هذه، الحمد لله رجعنا في الله. عندي ثلاثة، عندي هو وواحد آخر خاه، والبنية أخرها في الدار. وانت هذيك العائلة الحالة ديالها؟ هذيك العائلة مسكينة، راه من النهار اللي عملت ديك 10 سنين هذه عايشة غير بالدواء. أمل في الله، حنا كنقولوا على الله تعالى وتبارك يعملها العملية وينجح فيها إن شاء الله يا ربي، ويعاود يتمشى على رجلو وداك الشيء. أما هو بالنسبة له ما كيحس لا برجلو، لا يعني ما فوق النص شوية ما كيحسش، وخا دخل فيه الإبرة راه ما كيحسش، وخا قرصو باللقط راه ما كيحسش. جاتو الدقه في العمود الفقري، والعمود الفقري هو كل شيء، هو الروح ديالنا، يعني الحركات كاملين من العمود الفقري. اما بالنسبه لهاد الدراري اللي سيبوه في البحر هذا، راه ما نسمحش بحقي، يعني غادي نبلغ، غادي اي حاجه ما غنسكتش على حقي.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.